مساء الخير للجميع، أرحب بكم في جلستنا هذا اليوم حول المائدة البرلمانية IGF 2000. سنتكلم الآن عن كيف يؤثر الإنترنت على البرلمانيين وكيف يمكن أن ننظر إليه من ناحية الثقة. ستكون هناك نقاشات مثمرة من برلمانات عديدة في كل أنحاء العالم. سنتحدث عن الإنترنت وعن الثقة، وفي الوضع الحالي لا نستطيع أن نتكلم عن الإنترنت والسياسة دون الإشارة إلى فيروس كوفيد-19. فإذا في كيف استطاعت البرلمانات أن كيف كان رد فعلها على جائحة كورونا فيروس، وكيف أن اتحاد البرلماني العالمي تصرف واستطاع أن يعمل عن بعد، وهذه المؤسسات التي لها طابع الاتصال مع الناس كيف تعمل في هذه الظروف عن بعد. فمن 9 أشهر تتغير البرلمانات وتصبح شيء مختلف تماما، وتأتي إلى عمل عن بعد أونلاين. ولكن تم وضع بعض الحلول الجديدة. لدينا الآن في حديثنا أن نتطرق إلى هذه المواضيع وكيف يمكن أن تكون الحوكمة في الإنترنت وكيف يكون نظام الإنترنت. إن البرلمانات هي التي تضع القوانين، وأن النقاشات الآن تتم في وضع إطار قانوني للإنترنت بشكل عام وأسس وقواعد لعمله. لذلك هذا هو مهم جدا في كيف يمكن تغيير هذه القوانين لكي تتماشى مع الوضع الجديد. القضية الثانية تتعلق أن نحن كمشرعين، أي أعضاء البرلمانات، هناك مواضيع معقدة تقنية، ولكن أيضا مواضيع تتعلق بالثقة وبالخصوصية. وكذلك يجب علينا أن نعمل بشكل عالمي ونتعاون من أجل فهو نستطيع أن نؤثر على الإنترنت وكيف نتعامل معه. في جلستنا هذه التي تنتج عن الدائرة المستديرة البرلمانية في العام الماضي، سوف نتحدث كيف أثر الإنترنت على حياة البرلمانيين وكيف على الرأي العام، وكذلك بشكل عام كيف أن المشرعون يفهمون تدفق المعلومات وعملية التعامل مع هذه المعلومات والبيانات الكثيرة. إن حوارنا ونقاشنا اليوم سوف عن طريق الاتحاد البرلماني العالمي، عن طريق القسم الذي يتعلق بالاقتصاد من قبل الأمم المتحدة. لذلك أود أن أدعو نائب أمين العام لهيئة الأمم المتحدة لأخذ الصوت، فليتفضل. شكرا جزيلا عندي على هذا التقديم الرائع. مقدمة لهذه الجلسة، أيها البرلمانيون المحترمون أصحاب المعالي، أهلا وسهلا بكم عند هذه الطاولة المستديرة البرلمانية، ونلفت الانتباه إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك البرلماني، ونجري هذا اللقاء بشكل افتراضي. أشكر
الاتحاد البرلماني الدولي على التنسيق في سبيل تنظيم هذا اللقاء، ونشكر للبرلمان الألماني على انعقاد الإصدار 14 لهذا المحفل السنة الماضية، المحفل الذي يتيح لنا المجال لنتبادل الخبرات والمعلومات والسياسات. في هذا العام نحن نشهد العالم الوباء المدمر أو الجائحة المدمر الكوفيد-19، والأمر يتعلق بتعويلنا على المتزايد على الإنترنت. فالأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية تعمل جنبا إلى جنب معا لتوفير سبل الوصول إلى الإنترنت لكافة السكان في كافة أنحاء العالم، ويتناغم ذلك مع المواضيع المطروحة للنقاش في هذا المنتدى والفترة ما بعد الوباء. المؤسسات والمجالس البرلمانية لها دور جوهري في هذا السبيل، ولها مساهمة كبيرة في رفع وعي الناس بأهمية الإنترنت كمورد من الموارد العامة، سعيا لتحقيق أهداف الأهداف الألفية المستدامة. وبالإضافة ذلك، على عاتق البرلمانات الوطنية مسؤولية حول تقنين القوانين، سن القوانين، وإشراك المؤسسات الإقليمية والمحلية والدولية في العمل على زيادة الثقة في العالم الافتراضي أو الرقمي. خارطة الطريق التي تم وضعها من الأمين العام تشير إلى ما يمكن القيام به من المهام، ومن خلال هذا المنتدى، منتدى حكومة الإنترنت، بالتعاون مع البرلمانات الوطنية سعيا نحو خير الإنسانية. وشكرا. شكرا للسيد ليو جنمين، معالي وكيل الأمين العام. آسف على ربما خلل فني في الاتصال. أنا في الجزر الإسكتلندية البعيدة عن الواقع، فأحيانا الإنترنت متقطع هنا. شكرا. والآن نرجو السيد مارتن تشانغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، فليتفضل السيد الأمين العام. شكرا على تنسيق هذه الجلسة الحوارية مع السيد وكيل الأمين العام، شريكنا العزيز، السيدات والسادة البرلمانيين. إنه لسعادة وسرور كبير لي أن أخاطبكم في مقدمة هذه الجلسة البرلمانية الحوارية المتعلقة بوضع الإنترنت، وأنا أفتخر بأن نشارك في تنسيق هذا المنتدى، منتدى لحوكمة الإنترنت. وأشكر هنا الحكومة البولندية والبرلمان البولندي على الدعم المقدم لنا. للأسف لم نستطع في هذا العام مقابلتكم وجها إلى وجه، ولكن إن شاء الله في السنة القادمة سوف تتاح لنا هذه الفرصة إن بعد أن تعدينا مشكلة الجائحة. سيادة وكيل الأمين العام، لقد ذكرت اجتماعنا الأخير في برلين العام الماضي، حيث شدد البرلمانيون على أهمية هذه المواضيع والسياسات الرقمنة. وأنا سعيد بأن الاتحاد الدولي البرلماني يدعم هذه الطاولة المستديرة، أي ومن شأنها التقاسم والتشارك بخير الخبرات والممارسات. فصوتنا يصبح مسموعا الآن أكثر وأكثر في منتدى حوكمة الإنترنت هذا.
نقاشنا المتضمن للكثير من أطراف وأصحاب المصلحة يعمل ونعمل جميعا على زيادة الثقة بهذه المشاريع. اتحادنا يسعى جاهدا نحو زيادة الابتكارية، ونفتخر ونقول بأننا نمثل خير الممارسات المتاحة للرقمنة والابتكار الرقمي. هذا الدور تم ملاحظته أثناء جائحة كورونا، حيث تم الاستفادة من شبكاتنا كمنصات للتبادل والتقاسم فيما بين الأطراف المعنية في حالة هذه الفترة المتطلبة. على البرلمانات أن تلعب دورا قويا في الأنظمة الديمقراطية، ولكن هي مترابطة مع عالم الإنترنت، فالإنترنت عبارة عن أداة مبدعة ومبتكرة في مجال الاتصالات، وأصبح الإنترنت أداة خطيرة أيضا تكثر فيها معلومات مضللة، وهذه المواضيع يجب مناقشتها، ويجب توفير ضمانات الوصول المتساوي لخدمة الإنترنت لجميع السكان، وحمايتهم من الانقلابات وعدم الديمقراطية. لا يمكن الإنترنت لا يمكن حل محله من أشياء أخرى، ولكن نحن كمواطنين يجب أن نثق بالمشرعين الذين يمثلوننا وينوبون عنا. الإنترنت ألحق بضرر لبعض الأطراف، ولذلك علينا أن نعيد الثقة بالإنترنت والديمقراطية والقيم الأساسية لدى المواطنين، ونؤمن حمايتهم وخصوصيتهم في الشبكة. ويجب علينا أيضا أن نفهم كيفية فهم وقراءة هذه المعلومات الواردة في الإنترنت ومجابهة التأثيرات مختلفة التأثيرات المخترقة لهذه القوانين. وإنني أرى عددا كبيرا من البرلمانيين على الشاشة، هناك أكثر من 160 شخصا من المشاركين في هذه الجلسة، وأنا أهنئكم للمنظمين وأهنئكم كبرلمانيين بأنكم تقفون في الجبهة الأولى والخط الأول من هذا النقاش في هذا العصر الرقمي الجديد، وأأمل أنكم ستستجيبون لهذا التحدي وتخلقون الأرضية والأدوات التي سنستفيد منها جميعا. ونحن كالاتحاد الدولي البرلماني سوف ندعم كل الحلول والتوصيات التي ستوصل إليها هذا المنتدى. وشكرا. شكرا جزيلا على هذه الكلمة وعلى ما قلته في مجال التقديم. سأحضر نقاشنا. سوف أقدم السيد هوفلين الذي هو عضو البرلمان الألماني البوندستاغ، الذي سيقدم لنا مواد على الفيديو التي ستعيدنا إلى المنتدى السابق الذي عقد في برلين. أنا سعيد جدا لأني معكم، وسوف أقدم لكم فيديو عما حصل في العام الماضي في برلين في المنتدى السابق. كان ذلك أول مرة نجتمع فيه جميعا على هذا المستوى كمستوى برلمانيين وطنيين. كان يوما مليئا بالعواطف، وهناك ظهرت تحديات جيما شولسا، وأدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو.
اليوم أن حوكمة الإنترنت فعلت وهذا المنتدى بحيث أنها جمعت البرلمانيين إلى هذا المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت. نحن جمعنا ما كان منفصلا في هذا المجال البرلمانات العالمية، ونحن الأوائل الذين نضع الأسس التشريعية والقوانين، فإذا هذه بداية جيدة، وكان ينقص هذه الخطوة. لذلك هذا من برلماني أشجع بقية البرلمانيين للمشاركة. أنا متأكدة أن البرلمانيين هم أقرب للمجتمع المدني، ونحن كبرلمانيين مشرعين نضع القوانين الأولى وليس السلطة التنفيذية. إذن يجب أن نتبادل المعلومات بشكل حيوي وننظر إلى هذه المشكلة بأن نخلق شبكة حول هذا العالم ليكون العالم أسعد. أنا شخصيا أرى أنه لا بد من أن يكون للسياسيين دور وأن ينشغلوا في ترتيب وضع الإنترنت، فإذا نظرنا إلى ذلك نجد أن البرلمانيين هم في وسط المعركة. أنا عمليا أحث على أن يقوم الاي جي اف بحث الخطى لكي للقيام بخطوات عملية. إن البرلمانيين من كل دول العالم شاركوا في هذه النقاشات وأظهروا نشاطا كبيرا وفعالية. أنا أرى شخصيا أن الجهود التي تجمع التعاون فتستطيع أن أعود إلى بلدي في أفريقيا بتجارب جديدة عن تركيبة الترتيب وضع الإنترنت والقوانين التي تخصه، وخاصة يجب أن نحث كل فئات المجتمع أن هذا المنتدى في عام 2019 أثبت أننا نستطيع التعاون في هذا من أجل هذا الهدف الأعلى. فنحن عالم واحد ومجتمع دولي واحد ونستطيع السير قدما. نحن شهود على هذا اللقاء، ومشاركة البرلمانيين هي خير دليل على أن الحكومات وحدها هي عاجزة عن، بالرغم من أننا نقدم آراء من عدة أنحاء من عدة جهات في هذا العالم، فأن أنا سياسي من المعارضة وأرى أن سماع مثل هذه الأصوات هي، وأن أصحاب المصلحة المختلفين يستطيعون التفاهم ونقل هذه الأفكار إلى برلماناتهم من حيث يتم توسيع هذا الفكر. أول أن نظام البيئة ومنتدى حوكمة الإنترنت ينظر إلى هذه القضية. نحن ننظر إلى مستقبل أفضل، نبحث عن نظام البيئة الأفضل، وكبرلمانيين يجب أن نذكر ذلك. أنا أرى أن كل ما هو استثنائي في IGF هو أننا نستطيع أن نلتقي ونتحدث عن مواضيع مختلفة والتي لم نفكر بها حتى من قبل. هذا سيقودني إلى أن أفكر وأعترف بأن اللقاء مع بعض في صالة واحدة والحديث عن
مواضيع موحدة هي أفضل طريقة لردم الهوة التي تنشأ بين البرلمانيين. إن التوصية التي يدعو إليها جيمي شولتز فهي أن يجب أن ننظر إلى آفاق أعلى. أفضل أن يجتمع برلمانيو العالم حول حوكمة الإنترنت، لأن هذه الفكرة تعمق العلاقات فيما بينهم. وأرى أن الطريقة العملية للتعاون المشترك هي إنشاء في IGF 2019 لجنة محكمة بقيادة البرلمان الألماني، ونحن سنساعدكم على فعل ذلك. سيمكنهم أن ينقلوا إلى مناطقنا روح IGF، ويمكننا أن نجد نقاط اتصال لIGF، وأن الاتحاد الدولي البرلماني وخاصة الجزء الذي يتعلق بالتشريعات الاقتصادية أن يساعد في هذا المجال. فيما يخص عناصر الاتصال تكون لهذه الفكرة فائدة كبيرة. اليوم ما يلهمنا هو الغد، ونحن متحمسون للعمل وإعطاء المزيد. منتدى IGF يعطينا هذا الحماس ونحن جزءا منه. شكرا جزيلا على هذا التقديم والفيديو، وللحكومة الألمانية على استعراض هذا ما شهدناه الماضي في برلين، وإنه خير تمهيد لنقاشنا الحواري الذي نريد إجراءه اليوم المساء. سوف نتحدث عن أدوار البرلمانيين في تفعيل هذه الفئات، والآن نريد إشراك البرلمانيين الآخرين. السيدة إسكوبار من سلفادور والسيد كيشكين من روسيا الفيدرالية ينضمون إلينا، وكذلك ممثلة عن نيجيريا تنضم إلينا إن شاء الله لهذا اللقاء. أتمنى أن يقوم كذلك السيد كشتوف من بولندا وماتيا من إيطاليا، هم البرلمانيون الستة. أرحب بكم حول المائدة المستديرة، ونبدأ من نائبة من سلفادور مارغريتا. لقد تحدثت عن دور البرلمان والبرلمانيين كمشرعين وأن له أهمية قصوى، كما تحدثت في الفيديو، للبرلمانات أن تكون قادرة أن تتواصل فيما بين الأطراف المختلفة وأن تجمع بينها. لدينا دقيقة لكل متحدث، فأرجو منك بإيجاز ما رأيك فيما إذا استطاع الإنترنت في تغيير العلاقات فيما بين البرلمانات، خاصة في ضوء أو على خلفية جائحة كورونا. لا نستطيع ربما نتحدث عن الحلول الهايبريدية، ولكن على الأقل
هل لك أن تقول لنا كيف هذه الأوضاع الجديدة عدلت أو غيرت من العلاقات ما بين البرلمانات، وذلك أيضا في خصوص في سياق الشفافية؟ الصوت مكتوم لدى السيدة مارغريتا. لا نسمع شيئا، لا إنني لا أراها ولا أسمع قط. نعم لقد رجع الصوت، فتفضلي سيدة مريم. أود في البداية أن أشكرك يا أندي قلبيا على هذا التقديم، ولك يا مانويل على هذا الفيديو الرائع. عندما أعود بأفكاري لهذه الأيام التي عشناها في برلين، فالروح هذا الروح ما زالت موجودة، وأنا نقلتها إلى الآخرين كما تفضل جيمي بقوله في برلين. كنا نحن في برلين وكان الجائحة وراء الزاوية، وكل شيء تطور بسرعة هائلة. فرأيي أن كوفيد 19 هذا الفيروس، وإجابة على سؤالك، أعطانا كأنه أعطانا فرصة للتقارب الأوثق ما بين البرلمانات وأصحاب المصلحة. حاليا أنا انتهيت من لقاء مع ممثلين المجتمع المدني، ونحن نبدأ بسن القانون في مجال الرقمنة وحماية البيانات الشخصية. إضافة إلى ذلك أصبحنا مجبرين لتعديل بعض القوانين المتعلقة بحرية الوصول للإنترنت كحق من الحقوق الأساسية للإنسان. علاوة على ذلك هناك أشخاص مهمشون، والفقر يتجمع في مثل هذه الأماكن أوساط. فالفيروس كأنه أعطانا هذه الفرصة لإعادة الثقة إلى السياسيين الذين يعملون على المنصات الافتراضية وبالإنترنت، وهذا شيء رائع. وأنا فعلا مسرورة، قبل سنة أنا رأيت هذا السيناريو في منتدى برلين، والآن نعيش ذلك نحن وأنا هنا في سلفادور. هذا ما يمكن القيام به. كوفيد 19 هذا الفيروس أدى إلى عزل أجزاء من البشرية، وهذا التباعد الاجتماعي أدى إلى عزل الفئات من الناس، والإنترنت يستطيع الآن أن يأتي لنجاتنا ويعيد هذا التواصل المنعدم. فنحتاج إلى المزيد من التشاور والعلاقات الشخصية، ويجب أن ندرسه. أما فيما يخص المعلومات المضللة، وهذا تحدي موجود في الإنترنت، لا نعرف صراحة كيف نعالج هذا الموضوع والمشكلة. في أنا أخذت إعلان لحقوق الإنسان في الإنترنت، وحاولت أن حاولت إدراج العناصر منه إلى أعمالنا التشريعي. لقد انتهت دقيقتي هذه، فزيادة الثقة، التعاون بين السياسيين والمشرعين، زيادة الثقة، والقضاء على المعلومات المضللة الموجودة في الإنترنت. شكرا لك مارغريتا اسكوبر من سلفادور. والآن السيد كشيشتوف من بولندا، وكيف برأيك تستطيع التقنيات الرقمية مساعدة الإنسانية؟ أنا أشكرك يا أندي على هذا التقديم والعرض وعلى هذه النقاشة. نحن في بولندا ندعم أن الوصول إلى الإنترنت بشكل موسع، فقد أظهرت لنا جائحة
الفيروس كورونا كيف أن الوصول إلى الإنترنت هو يوميا مهم لكل المستخدمين وللاقتصاد أيضا. بقي الكثير لما يمكن عمله ويجب أن نقوم بالاستثمار في البنية التحتية وتفعيل المجتمع في قضايا حماية البيانات الشخصية، حماية المستخدمين في الشبكة، وحاليا تقنيا نستطيع تسريع الإنترنت. وكما قلت الجائحة جعلت كل مجالات حياتنا تنتقل إلى المجال الرقمي. هذا من الأسس التي يقودنا إلى أن التطور التقني الرقمي يجب أن يكون أسرع، فهذا الانتقال في الوقت القادم بأسرع سيؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف والأعمال، ولكن إلى أيضا خلق وظائف وأعمال جديدة تماما. ومن بين ذلك كل ما يتعلق بالتقنيات الرقمية، أنها كانت وتبقى وستكون أنها للبرلمان دور كبير، وخاصة ما يحصل في هذه المائدة المستديرة نستطيع أن نقصي أن نلغي الإقصاء الإنترنتي. شكرا على الصوت. شكرا للسيد كشتوف على هذا الكلام. والآن مارغريتا وكنتما في اللقاء المنتدى السابق في العام الماضي قلت أن في الحديث عندما تقديم البرلمانيين فيمكن أن يكون فكرة سيئة أن تجعل هناك طاقم تقني، والأفضل أن يتناقش البرلمانيون فيما بعضهم. هل تستطيع أن توسع قليلا في هذه النقطة؟ نعم عندي. شكرا لك، هذا سؤال رائع. أعتقد أن في العام الماضي عرفنا للتو أن من المهم للبرلمانيين في العالم الذين يفكرون كيف يعمل الإنترنت، كيف يعمل في دول مختلفة، كيف يعمل بشكل عالمي. نحن كبرلمانيين ننظر فقط لبلدنا، ننظر إلى نشاطنا المحلي، مجتمعنا المحلي. فنحن عادة كبرلمانيين أو على الأقل نتكلم مع البرلمانيين الآخرين بشكل قليل، لا نتبادل معهم بعض الخيارات. أن هناك الكثير مما نستطيع أن نتعلمه من برلمانيين آخرين، إن لهم مشاكل متشابهة، عندهم آراء متقاربة حول حل مثل هذه الأمور. نستطيع أن نجتمع في مكان واحد كما اجتمعنا في صالة واحدة، والآن نجتمع افتراضيا عن طريق الإنترنت، ولكن هذا أفضل من ألا نجتمع أبدا. أود أن أؤكد على قضية واحدة، أريد أن أرغب وأحث على تعاون مشترك غير رسمي بين البرلمانيين. يجب علينا أن نجتمع، نتبادل الأفكار فيما يتعلق بـ IGF. نود أن ندرج الأفكار الجديدة في العام القادم. إذا كان هناك إمكانية أن نبقى على اتصال مستمر في خلال من خلال العام كامله، وليس فقط من لقاء واحد ينظمه الـ IGF، يجب أن نخلق مجموعات عمل تستطيع أن تنسق فيما بينها. كما قالت مارغريتا في العام الماضي سيكون ذلك فرصة رائعة لتنمية هذه العلاقات وتبادل الآراء والأفكار بين البرلمانيين. نستطيع أن ندرج العديد
من ما توصلنا إليه وكان جيدا في العام الماضي. وأغلب من يستمع يمكن أن يكون له رغبة في أن نلتقي بشكل مستمر، وهذا أعتقد ما كان يقصده جيمي شولز في توصياته التي وضعها في المنتدى السابق. لذلك قال أن العديد من الحكومات ممثلة في الاي جي اف وأقل منها البرلمانات، فلنغير ذلك. شكرا لك. شكرا على هذا المقترح الساخي، الدور المنسق. أنا متأكد بأن خلال العام الماضي تعلمنا الكثير، ونرى في مركزنا أن الشبكات التي أنشأناها حول المواضيع الأخرى هي ما زالت قائمة وتقرب بين البرلمانات على المستوى الفني على الأقل، وعلى المستوى البرلماني كذلك هذه الإمكانات موجودة، فهذا المقترح قيم للغاية. الآن سيد النائب ماتيا فانتيناتي من إيطاليا كمتحدث تالي، فأرجو منك لو سمحت أن تزيد لنا ببعض الأفكار ما يمكنه القيام به من أجل تقريب المواطنين أو تقريب البرلمانات المواطنين، وخاصة في سياق الوصول للإنترنت والمعلومات. فليتفضل السيد النائب. مساء الخير، نهاركم السعيد زملائي وزميلاتي، شكرا على هذه الدعوة وإجابة على هذا السؤال المثير للاهتمام. أقول إن هذا الموضوع مشوق ويخص أكثر من جائحة كوفيد-19 فحسب، بل أريد خلال هاتين الدقيقتين الحديث عن ما نقوم به هنا لدينا مؤسسة فريدة من نوعها، والبرلمان يعمل بشكل افتراضي تماما، وفي هذا الفضاء نقابل ونجتمع بالمواطنين والناخبين دعما للديمقراطية، وهذا لا يخص حسبنا فحسب بل العالم بأكمله. وبالنظر على ما يحدث في أوروبا نرى أن من ناحية الديمقراطيات الليبرالية الأوقات أو الزمن سهل، الشعبية متغيرة ومتفاوتة فيما بين الأحزاب وشكوك حول بعض السياسيين، وذلك كله على خلفية البرلمانات، وهناك مجتمعات وأوساط تنقص ممثليتهم في البرلمانات، وديمقراطياتنا المحلية هذه تعاني من عدة أشكال مشاكل، وكثيرا ما يشعر المواطنون مبعدين أو مستبعدين عن المؤسسات. وأنا على القناعة بأن الإنترنت يستطيع منح المواطنين الأدوات التي قد تساعدهم في تشكيل أو الحث على تفكير الناقد، وأن يجمع بيننا كلنا على منصة واحدة، ونستطيع تعلم الكثير أيضا. ولكن هو أداة تجمع بيننا، لذلك نريد إشراك برلماننا أيضا لذلك، لنضع مواطنينا في وسط أو مركز هذه المنصة. لا أحتاج إلا 10 ثواني، بعد برلماناتنا يجب أن تكون مندرجة في فرق عمل دائمة، والمنصات مثل IGF منتدى حوكمة الإنترنت نحن نتشارك بعناوين الإيميل بهذا الصدد. وشكرا. الآن ألكسندر فنتين من
أريد أن أذهب بعيدا فيما قاله. كيف نستطيع أن نجمع البرلمانات والمواطنين؟ هناك صعوبات للبعض في الوصول إلى الإنترنت. كيف على السياسيين أن يفكروا؟ كيف يمكنكم أنتم السياسيون أن تتواصلوا مع الناس من أجل عدم إنشاء نخب لها أفضلية أكثر من غيرها في مجال الإنترنت؟ أيها السادة، أنا متأكد أن هذا اللقاء والبرلمانيين الذين وأن المشاكل التي نراها هي ليست مشاكل وقتية وطارئة. لدينا قضايا كثير لكي نحلها. يجب أن نكافح آثار الجائحة، ولكن البرلمانات كلها لها طابع مواطني ومدني، وتضع على عاتقها هذه المشكلة في الدرجة الأولى. عفوا، توقفت الترجمة عن الروسية، لذلك ننتظر قليلا. لدينا الآن حركة المتطوعين الذين يساعدون في نقل الطعام إلى الأشخاص كبار السن، يساعدون الأطباء والطاقم الصحي، والبرلمان بشكل عام رصد مليارات الروبلات لنقل للمساعدة. لدينا آليات رقمية تساعد أيضا في هذا المجال. أحد الآليات التي تعمل في بلدنا وفي بلاد أخرى هي نقل التعليم إلى الإنترنت، أي أن التعليم عن بعد. نتعاون مع أكبر دور النشر والوزارات التي تساعدنا في هذا المجال لإمكانية تعليم عن بعد يكون أفضل، كل يوم أفضل. فمن ناحية أخرى فإن المواقع التي تنشئها الدولة من أجل فهناك من الصف الأول الابتدائي إلى آخر مواضيع ودروس في التلفزيون، وإن التلفزيون الوطني الذي يشاهده 90% في الساعات الصباح، وخلال 3 ساعات يتم نقل الدروس، بكل درس مدته 30 دقيقة للسنوات الأخيرة من التعليم الثانوي. هذه التجارب التي اكتسبناها يمكن أيضا نقلها إلى بلاد أخرى، مع ستكون رافدا أيضا للتعليم عن بعد، و
يجب أن تكون منظمة أيضا من قبل الحكومة. لدينا أيضا مقولة عندنا: لا توجد سعادة لا تستطيع التعاسة أن يكون لها إصبعا فيها. فلدينا أيضا حركة متطوعين بدون الفيروس الكورونا لم تكن مثل هذه الإمكانيات متواجدة كتدريس عن بعد وحركة المتطوعين الكبيرة. فكل ذلك تطور بفضل هذا الفيروس. وهنا أقول أن اللقاءات التي تتم عن بعد افتراضياً كهذا اللقاء الذي معنا، فإن أغلب المنتديات واللقاءات وحتى الحفلات الموسيقية وغيرها تتم عن طريق عن بعد. ونحن الآن نهتم أيضاً بالمنتجات الوطنية في الإنترنت. لن أتكلم عن وسائل المساعدة التي تم إدراجها حتى الآن من أجل، سأتكلم في فرص أخرى عن ذلك. وفي الختام أود أن أصل إلى السلبيات. هناك موضوعان ولكن سأختصر الوقت. أولا، هناك ميول سلبية نمت في الإنترنت خلال التقنيات الإنترنت عن طريق فيروس الكورونا. الأول الإجرام السيبراني في روسيا. ممكن أستطيع أن أتحدث عن أرقام بالنسبة للإجرام الحاسوبي. ففي الربع الأول تضاعفت، ولدينا الآن حسب الإحصاءات الرسمية كل رابع جريمة في روسيا تتم بالمساعدة التقنيات الاتصالات. إذن يستخدم الإنترنت لاحتيال، ويستخدم لسرقة الأموال من الحسابات وأيضا الأصول في البنوك. وأريد أيضا أن أدعو السادة وأطالبهم إلى تفعيل التعاون المشترك لمكافحة الإجرام السيبراني، لأن ذلك أغلب هذه الجرائم التي تحصل في روسيا تبدأ من خارج روسيا. ومثل هذه الإجرام، مثل هذه الأمور والجرائم لا تقع تحت سيطرة أو سلطة الدولة الروسية. أود أن أؤكد أيضا أن من خلال هؤلاء المجرمين يعاني مواطنو الدول الأخرى أيضا، فهم يعيشون في بلاد جميلة ولطيفة. ومن المهم عندما نكافح هذا الإجرام في الإنترنت، من بينها إحدى قرارات الأمم المتحدة عن موضوع الأمان في التقنيات الرقمية، وأحد المبادرين في مثل هذا القرار كان بلدي روسيا. والآن يوجد أيضا مشروع قرار حول مكافحة الإجرام السيبراني. أود أن أطلب إمكانية مناقشته وجعله في بصورة أفضل، لأنه ممكن أن يكون هو خلاصة لعمل مهمتهم مكافحة مثل هذا الإجرام.
فإذا الإنترنت كما ترون يا سادة لا يجمع فقط لا يقرب الناس لا يقرب السلطة مع الشعب وإنما له أيضا وجوه سلبية ونتائج مرتبطة في فيروس الكورونا وهذه الميول تزداد ونحن جميعا مطالبين بمكافحة هذه الظواهر السلبية إذا كان لديكم أسئلة فأنا سأجاوب عليها بكل سرور شكرا سيد النائب وتلخيصا لما سمعنا النقاش مثير للاهتمام فالإنترنت يخدمنا ولكن هناك أيضا تحديات الممثل عن البرلمان الأوروبي سوف أرجو منك بعد قليل تقديم الخلاصة الموجزة عن ما سمعناه خلال الدقائق 25 الماضية. أنا ممتن للمشاركين وكان ذلك مثير اهتمام لأن الأولويات تتكرر في الكثير من هذه الأقوال فهناك من يظن أن جائحة كورونا ليس إلا مصيبة بالنسبة للناس ولكن يجب علينا أيضا أن نستفيد من إيجابيات هذا التحول في الخط الأول وهي في الخط الأول التعليم عن بعد هناك أيضا السلبيات مثل الإجرام السيبراني وأيضا النظافة السيبرانية لأننا علينا اليوم جميعا نعرف المزيد عن متطلبات النظافة والشفافية السيبرانية التعاون الدولي شيء نحتاج إليه هو من المعاهدات معاهدة بودابست التي نتصارع بها هي مفتوحة لجميع الدول وأيضا يجب أن يجري التعاون لجميع الأصعدة بدءا من الأمم المتحدة ونحن نحتفل في هذه السنة بذكرى 75 على إنشاء الأمم المتحدة وهذه قد تكون اللحظة المناسبة لتصبح الأمم المتحدة تولي اهتماما بالغا جدا لهذه القضايا وأنا عضو في هذه اللجنة المعنية بالرقمنة وأيضا هناك حاجة والخطوات نحو تعزيز التعاون ما بين البرلمانات الإقليمية ومحليا والأوساط الجامعية والقطاع الخاص والقطاع الاي تي التكنولوجيات ولكن قليلا ما نتحدث عن البرلمانيين وهم منتخبون قبل المواطنين فيجب أن يكون صوتهم مسموعا وأنا عضو في البرلمان الأوروبي وأتيت من إستونيا وهذه الدولة التي منذ أكثر من 30 سنة تستفيد من الحلول الرقمية وهناك محاسن كثيرة وإيجابيات ونحن ناتج عن ذلك فلدينا هذا المجتمع الشفاف والنزيه ويستفيد من هذه الخدمات الرقمية والشرط الأساسي لذلك هو الثقة الموجودة ما بين المؤسسات والجهات الرسمية والمواطنين وفي حالة انعدام هذه الثقة لا يمكن الاستفادة من هذه الخيرات فهذه الثقة شيء وإنشاء هذه الثقة وبناؤها هو الحقل الذي علينا البرلمانيين أن نعمل فيه الأكثر أنا كبرلمانية أوروبية أنا سعيدة ومسرورة بأن الميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي أعطيت الأولوية للإنترنت ومعالجة البيانات ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان كله بالإنترنت هذه المواضيع جدا مهمة
وأنا حاولت أن أبذل قصارى جهدي في هذا الصدد، ولكن المزيد يبقى للعمل عليه. زميلاتي وزملائي، أنا سعيدة أن أراكم جميعا رغم أنه ليس وجها إلى الوجه بشكل مباشر. شكرا لك على هذا العرض الجميل. استطاعة الإنترنت تزداد في كيف نرى ممثلينا. الآن صديقنا من نيكاراغوا، أدعوه للتعليق عما حصلنا عليه من معلومات، وخاصة موضوع الثقة. أرحب بكم جميعا، نهاركم سعيد، مساءكم سعيد. أرحب بكم من نيكاراغوا، من بلدي. في العام الماضي أيضا كان لنا فرصة اللقاء معكم في برلين، وكان لنا دور فعال هناك. أريد أن أقول ما سمعناه هنا وما سمعناه بالأمس في الأجزاء الأخرى أيضا من هذا المؤتمر أو المنتدى، يجب علينا كبرلمانيين أن نكون واعين للصلة الاقتصادية والاجتماعية التي هي من تأثير وصول الإنترنت في كل البلاد إلى المواطنين. وأريد أن أقول أنها في دول العالم الثالث أقل بكثير، ومن ناحية التأثير على الصحة فإن الخدمات الصحية ووصولها أيضا إلى المواطنين، فهل إذا كانت الخدمات الصحية مجانية أو يجب علينا أن ندفع عليها؟ فإذا يجب علينا أن نكافح هذه الظواهر السلبية، وفي كل بلد يجب أن نتعلم كيف ننسق عمل الخدمات الصحية وننظر إلى الاقتصاد. فبلد مثل بلدنا أن 40% من سكان بلدي يسكنون في الريف، وحوالي 20% من هؤلاء يعملون في الوسط غير الشرعي. إذن نحن لا نستطيع إغلاق الاقتصاد بشكل عام، فعلى البرلمان أن يبحث عن حلول تأخذ بالاعتبار هذه النسب. يجب أن تكون هناك إمكانيات إبداعية من أجل تنمية الاقتصاد، وهذا من دور البرلمان. نحن لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بأن نجهد ونعمل بشكل مستمر. نقول هنا عن العمل أيضا عن بعد. قضية أخرى هو كيف نحافظ على التواصل. هنا الإنترنت يساعدنا بشكل كبير، فبالأمس تم الحديث على أن ليس التواصل بين البرلمانات مهم، ولكن مع التواصل العالمي بين جميع الجهات ذات المصلحة في أمريكا اللاتينية والوسطى، لدينا في برلمان نيكاراغوا ولدينا اتحاد لبرلمانات أمريكا اللاتينية، ونقوم بتنمية العلاقات ما بين برلماناتنا وما بين برلمانات العالم. ومن المهم أن تبقى هذه الصلة مستمرة. يجب أن نتحدث أيضا على أن استخدام التقنيات هو مهم للغاية،
وفي هذه الحالة فإن التواصل أيضا له دور مفتاحي أيضا في مجال الاستشارات، ولا نستطيع أن نجتمع في صالة واحدة، ولذلك نفعل ذلك عن طريق الإنترنت. الشيء الآخر الذي أريد أن أذكره أنه نقل جلسات البرلمان عن طريق التلفزيون أو عن طريق وسائل التواصل الأخرى يعطي ثقة أكبر للمواطنين بالبرلمان، فإن الجريدة الرسمية في بلدنا لها صيغة أيضا رقمية، وهنا العديد من الأمور مثل الترجمات، الترجمة الفورية وغيرها. أيضا كل نحن عندما نود أن نتواصل مع المواطنين أيضا نحتاج إلى مترجمين، لأن هناك مجموعات مختلفة تسكن بلدنا. إذن أعتقد أننا سنصل إلى فيما بعد إلى ونعود إلى طبيعة العلاقات المباشرة مع الناس، ولكن حتى ذلك الحين علينا أن نتكيف مع الوضع الجديد. يجب أيضا أن نستخدم الراديو والتلفزيون ولا نكون معتمدين فقط على الإنترنت، فهناك أماكن عديدة لا يصل إليها الإنترنت، أقصد الأماكن البعيدة والريفية النائية التي تنقص فيها التقنيات الرقمية. أريد أن أذكر أيضا أن في هذه اللحظة بالنظر كما قال صديقي في روسيا، فإن الإجرام السيبراني أيضا متواجد، ويجب أن نضع قوانين تساعد أن نقوم بالتنسيق والاستشارة لإيجاد حلول تحمي المستخدمين ضد هذه الجرائم. التحدي الآخر الذي نقف أمامه هو ما هو نسميه محو الأمية الرقمية، فأن كل برلماني يجب عليه أن يتقن كل أنواع استخدام التقنيات الرقمية التي تساعده على التواصل، وكل التطبيقات التي تساعده على ذلك، ويجب أن يستثمر في ذلك حتى يكون على مستوى جيد في استخدام هذه التقنيات. الإجرام السيبراني كما ذكرت فهو تحدي كبير، وأنا سعيد أننا نتكلم عن ذلك في هذا المنتدى. يجب أن نتبادل المعلومات بين البرلمانات حول الحلول التشريعية، فلنتعلم من بعضنا، فلنراقب حلولنا ونبحث لنصل إلى أفكار جيدة يمكن أن يستفيد منها الغير. يجب أن نحلل باستمرار، لأن هذه المواضيع أصبحت مواضيع جوهرية على المستوى العالمي. سنحتاج أيضا شيئا فشيئا الكثير من التقنيات الرقمية. في ختام كلمتي، يجب أن ننشغل أكثر في مجال إدراج القوانين الدولية، خاصة فيما يخص الإجرام السيبراني في الإنترنت. من هنا أهمية التعاون البرلماني المشترك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فلورن.
على هذه الخلاصة الممتازة للتحديات التي نواجهها جميعا. علينا أن نفكر بشكل مشترك وأن نعمل معا. والوقت ضيق، فأود أن أنتقل ديناميكيا إلى الجزء التالي من الجلسة. أرجو من كل من النواب كلمة دقيقة من الوقت تلخيصا للالتزامات التي تريدون القيام بها نيابة عن برلماناتكم فيما يخص المستقبل. أرجو من السيدة مارغريتا إسكوبار، ما الالتزام المقترح منك كبرلمانية؟ صوتك مكتوم، أرجو فتح الميكروفون. ما زلت مكتومة، صوتك افتحي الميكروفون. نعم، الصوت واضح. برأيي يجب أن نفهم أن الإرادة الحسنة لا تكفي فقط لبناء الثقافة، علينا إنشاء مشروع ونعمل عليه في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسوف نكافح الفساد وسنعمل على قدرات الجهات الرسمية. وكذلك أرى أن المستقبل سوف يفرض علينا تحديات جديدة، وسوف نعمل على مشروع جديد لنقل للحديث عن الوصول إلى الإنترنت والموارد المالية التي ستتيح لنا في بناء البنية التحتية في كل تلك المناطق التي ينعدم فيها الوصول إلى الإنترنت. وبناء أو على هذا الأساس وبناء على هذه المقاربة، من الجدير بالذكر أن التعليم عن بعد أيضا تحدي للبشرية، وهناك فوائد آتية من الإنترنت. نحن واعون بالتحديات خاصة في الدول النامية مثل سلفادور. وأيضا أضيف تفكيرا آخر، السؤال هو ما كيف سننظر نحن إلى التاريخ؟ هل ننظر إلى التاريخ ك شيء قد مضى وانتهى وهو مملوك للآخرين، أو التاريخ هو بالأحرى داخلنا؟ هذا السؤال الذي يكون مهما بالنسبة لنا. إذا كنا ننظر إلى التاريخ كاليوم الجاري وليس أمس، فهذا يسهل علينا التفكير نحو المستقبل وفي سياق الإنترنت. ودعونا نعمل أكثر. ولدي محليا في سلفادور، أنا كعضو في مجلس التشريعي، نحتاج إلى المزيد من هذا الروح البرلينية التي أخذنا منها في السنة الماضية. شكرا يا مارغريتا على هذا الحديث الممتاز. السيد مانويل خوفنر، هل لك أيضا أن تقترح علينا شيئا ما يمكن للبرلمان الألماني البوندستاغ المساهمة فيه؟ نعم، وصلت ميكروفوني. كما مارغريتا قالت، التعاون الدولي مهم جدا إذا أردنا بشكل فعلي أن ننظر سويا إلى المشكلة وحدها. إذا أردنا أن نجيب على الأسئلة المتعلقة بالرقمنة، يمكننا أن نتعلم من بعضنا وليس أن ينظر من مكان واحد باتجاه واحد.
يجب أن نتبادل الآراء على مواقف عدة وعلى مستويات مختلفة. كما قلت أن نحن في نفس الحقل، أنا رئيس مجموعة الرقمنة في البوندستاغ، وأود أن أضع مؤثر للمجموعة العمل التي تتبادل المعلومات في مجال الرقمنة والحلول التي نصل إليها مع غيرنا. وأعتقد أن مثل هذا التعاون بين البرلمانات سيكون مفيد جدا. نستطيع أن نتعلم كما قلت من أجل تطور بلادنا، وأن ننظر بفخر إلى حلول جيدة توجد في أماكن أخرى من العالم. وعندما نكون مع بعض سنكون قوة أكبر مؤثرة، ولدينا أمل أن نجتمع في مكان حقيقي، وحتى وصولنا إلى ذلك الهدف يجب علينا أن نستفيد من إمكانية الاجتماع بشكل افتراضي، وهذا ما أتمنى. شكرا لكم. شكرا جزيلا يا مانويل خوفلين على ذلك. والسيد ماتيو فانتينا النائب من البرلمان الإيطالي، هل لك أن تجاوب على نفس السؤال؟ ما هو الالتزام المقترح منك وذلك في سياق المواطنين؟ فأرجو الصوت. نعم، أعتقد أنه في غاية الاهتمام أن نأتي بالحلول اللازمة والمطلوبة. أنا مقتنع أن التعاون الرقمي شيء حتمي، ويجب أن ننشغل وننخرط في هذه التكنولوجيات. وأنا على القناعة على أن في حالة القيام بالجهود المطلوبة نستطيع تحقيق هذه الأهداف. على كل برلماني التقديم النصائح للحكوماته، لأنها مسألة تتعلق بمستقبل الإنترنت. فالأمر ليس محصورا على مجال واحد من مجالات المواطنين، ولكن على مجالات عدة. فعلى الحكومات أيضا هذه المسؤولية من الحقوق والواجبات، فلنتقاسم بهذا المستند ولنبقى متواصلين ببعضنا البعض. شكرا يا مارتن ماتيا. ولننتقل الآن إلى السيد حسن الله، وهو انضم إلينا من بنغلاديش كمراقب. وأرجو من سيادته باختطاف أن يعلق على نفس النقطة. هل صوتي مسموع؟ نعم، إنني سمعت عن المخاطر المتعلقة بكوفيد 19 من حيث البنية التحتية العالمية، وهذه البنية الأساسية ستكون مختلفة تماما بعد الانتهاء من هذا الوباء. فأيضا يجب أن نفكر بقدراتنا حول قدراتنا للاستفادة من هذه الأشكال الإلكترونية من التعليم والصحة، الرعاية الصحية، وفي سياق المساواة في التعليم. كيف يمكن تنمية هذه القدرات والتكنولوجيات التي تتعلق الآن بالثورة التكنولوجية أو الفنية الرابعة التي تحدثها، ونقل
وتدفق المعرفة والبيانات، فيجب إجراء هذه الإصلاحات وإخضاعها لأن تكون منسجمة مع بعضها البعض. فيجب أن مجتمعاتنا بهذه الطريقة، ويجب أن نضع الإنسان في الوسط في مركز سياساتنا واستراتيجياتنا هذه. ونحن واعون بأن القوانين العالمية والوطنية والإقليمية موجودة، ومن أجل إسراع العمل على الصعيد الدولي علينا أن نعالج مشكلة الإجرام السيبراني، ويجب التوقيع وإبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية في هذا الصدد، وأيضا تنمية الاقتصاد. يجب أن لا ننسى التعاون الاقتصادي الدولي، وعلى المستوى المحلي والإقليمي يجب ضمان الوصول إلى الإنترنت كحق من الحقوق الأساسية للإنسان والمضمونة من الحكومات، من أجل القضاء على نقاط الضعف والمشاكل التي تعاني منها الفئات المهمشة. وهذا يتعلق بالأمن الاجتماعي في كل هذه القطاعات. نتحدث عن هذه الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الحكومات أن تضمنها لردم الهوة والفجوات في هذا الصدد. فالإنترنت له أهمية أساسية أصبح من أجل سد هذه الفجوات، وهذه من المهام القائمة أمام البرلمانيين. ربما لا واصل، ولكن أعود إلى الثورة الفنية أو التقنية الرابعة، ونحن على عتباتها، ونحن ندخل عصر هيمنة المكائن. فكيف نعطي لهذه الظاهرة وجها إنسانيا؟ على البرلمانات أيضا أن تفكر بذلك. وإلى هنا أنتهي من كلامي، ونحن نعيش في بيت شفاف وزجاجي، ولكن حياتنا داخل هذا البيت مرئي من الخارج. نحتاج إلى الشفافية في المعاملات، نحتاج إلى إنترنت الآمن والمؤمن، لذلك نحتاج إلى اتفاقية في مجال وضع المعايير التي تنظم الإنترنت. شكرا، هذا عرض جيد على في نهاية. عندما نقول عن شمولية الإنترنت، أود أن أتوجه إلى فرانشيسكو طالبا منه تعليق على، هل تسمعني وأراك؟ أنا أسمعك ولكن لا أراك، سنحاول. الآن ربما أنكم تروني و نعم نسمع ونرى. أنا فرانشيسكو بيرلي، أنا عضو البرلمان الإيطالي، وأنا من مجموعة الخمس نجوم. أود أن أشكركم وأشكر IGF على تنظيم هذا اللقاء. طلب منا أن نتحدث عن الثقافة الرقمية. أقول أنه يجب، نحتاج إلى برلمانيين شباب. نحن في إيطاليا نقوم بعملية التثقيف الرقمي. لا أعرف أن ميكروفونك يعمل جيدا، نحن لا نسمعك أبدا. نعم، فـ
أفهم أنكم تسمعوني، لذلك أقول ندخل إلى التثقيف الرقمي، فنحن من يقوم بتثقيف الموظفين في الدولة الرسميين، وأعطيناهم معلومات عن على مستوى مدراء عامين وما شابه ذلك، فنريد أن نعطيهم معلومات وندرج معهم هذه المهارات التقنية من أجل أن يستفيدوا منها. وأيضا نحن نكافح التضليل والذباب الإلكتروني، وهو سبب لي معارك بين السياسيين. أما بالنسبة للشباب فهم لا يتطلبون أي تثقيف رقمي، إنما تثقيف في مجال المواطنية، أي التعاطف والعمل المشترك. يجب على الجيل الجديد أن يعرف كيف يستفيد من المنصات الرقمية، وهم يعرفون ذلك أكثر من الأشخاص الأكبر منهم. لذلك عليهم فقط علينا تعليمهم بعض أخلاقية مثل التعامل من هذا الشيء. فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تفتح الطريق لمنظمة متعددة الجهات كأداة ليسمح لنا لابتكار وإبداع جديد في المجال الرقمي. بالإضافة إلى ذلك فنحن نشكل مثلا جيد، وليس نحن فقط، أن ليست القضية قضية التقنية وإنما قضية التنظيم. فأهم ما يمكن نقله للمجتمع الدولي أن عملية الإدارة والحوكمة هي شيء مثلا كما قال أحد المعلقين، أن لدينا منصات رقمية تخلق نوع من الأسس للبرلمانيين، أي أن هذا العمل ليس في النهاية منسق، فأن الحكومات تعمل على مستوى محلي. فإذا الهدف هو التعاون مع الغير، وأن لا يكون هناك تنافس، وإنما هذا التعاون وإيجاد إطار مثلا للضرائب في على المستوى الوطني. لذلك نحتاج إلى منصة رقمية ضرائبية تكون واضحة وشفافة. أيضا بالنسبة إلى حماية رودو، أي البيانات الشخصية، فلدينا أفضل ما تم نقله إلى القانون. في النهاية قال أحدكم عن الثقة، أنا لا أعرف هل هناك منصة دون تسمح الاتصال بين الشعب والحكومة. أعتقد أن المنصات لا يمكن أن تضع مثل هذه الثقة، فيجب إذن الإبداع، وممكن أن يوصلنا إلى طريقة للتحكم بدون التحكم بهذا الذباب الإلكتروني، بهذا الكراهية الموجودة على الإنترنت، وبدون الحد منها لا يمكن أن نصل إلى ثقة مشتركة. شكرا لكم، وأنتظر الاشتراك في محور الغد. شكرا، كانت هذه كلمات قوية. هناك من يريد أيضا أن يتكلم؟ شكرا. الآن سوف أطلب من كشتوف من البرلمان البولندي، الذي هو من أحد منظمي هذا اللقاء، أن يتكلم عن تلخيص لهذا الوثيقة الذي
الذي بدأنا فيه قبل هذه الجلسة، وهو متاح لجميع من يشارك من شارك في IGF. ويمكن عليكم أن أطلب منك أن تلخص لنا هذا الفيلم. شكرا لك يا أندي على هذه المناقشة المثيرة تمام والكثير من الأفكار التي طرحت علينا. وشكرا لإكسندر ومارينا، وهم تحدثوا عن مواضيع تتعلق بزيادة نشاط المجرمين السيبريين في الإنترنت، فعلينا أن نعمل على معايير مشتركة وموحدة لمقارعة ذلك. يبدو أن الخط انقطع عند السيد النائب ولا نسمعه. الصورة عالقة. الصوت ليس مسموعا. مقترحنا المتعلق بالعمل المشترك، وشكرا يا عندي. شكرا يا كريستوفر على هذا التلخيص الموفق. كما قلت، هذا المستند وهذه الوثيقة يمكن الاطلاع عليها للسيدات والسادة في موقعنا على الإنترنت، موقع منتدى حوكمة الإنترنت IGF. ونحن نقترب الآن من نهاية هذه الجلسة. في الختام أود القول أن يزيد الوقت، أن يكون هذا الوقت أطول، ومن أجل أن يشمل نقاش هنا أكثر من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. فهناك أدوار بارزة يجب أن تقوم بها البرلمانات في عصرنا الحديث. صوت البرلمانيين يجب أن يكون مسموعاً بصفاتهم مشرعين و الطارحين للأسئلة الهامة، ويجب أن يقوموا بدور القادة للمجتمعات. وهذا الدور في السياق أيضا الاتحاد الدولي البرلماني، كنا منذ البداية نكافح من أجل إدراج بعض الحلول. و منذ سنتين تقريبا كنا نسعى جاهدين لتخريب البرلمانات والبرلمانيين من أجل إدراج بعض الحلول المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيات. فحوكمة الإنترنت أيضا من المواضيع الجوهرية والأساسية بالنسبة لنا من وجهة نظري أنا كمنسق، وأيضا في سياق الجائحة هذه الأشهر التسع الماضية التي عشناها لقاننا دروس كثيرة. وأشكر للنواب مارغريتا وألكسندر وكريستوف غافكوسكي ومانويل خفلينك وحسن فينو ولي مارينا وغيرهم من المتحدثين أثناء هذه الجلسة. أشكركم على المشاركة في هذا النقاش، والوقت كان ضيق لذلك نكتفي بهذا القدر من الحوار. وأنا ممتن على كل المساهمات والمدخلات
التي قمتم بها وأرجو استعراض الوثيقة التي ذكرناها وأقرناها عليكم ويرجى أيضا المساهمة بتعليقاتكم وملاحظاتكم ومن أجل دفع عجلة هذا النقاش إلى الأمام وإن شاء الله سوف يأتي وقت لنجلس وجها إلى الوجه وجنبا إلى جنب ونتحدث عن هذه المواضيع. البرلمانيون أمامهم مهام وتحديات كثيرة وأشكر أيضا للسيد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسيد رئيس الاتحاد الدولي البرلماني وأشكر لزملائي من ITU ومكتبنا على تنظيم هذه الجلسة. أتمنى لكم جميعا مساء موفقا وإلى اللقاء.